أسبوع شباب الجامعات، أسبوع أعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وده كان بحضور دكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة. بتكلم في مشاركة عدد من الطلبة كبير. أسبوع شباب الجامعة اللي بدأ من النهاردة في جامعة الجلالة، أهميته إيه؟ هيفيد إيه الطالب وهيفيد إيه شباب الجامعة حتى بما فيهم ممكن يكون المعيدين؟ خليني أرحب على التليفون بدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة. دكتور محمد، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا فندم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، أهلا بيك دكتور محمد. وكلمنا عن فكرة أسبوع الجلالة اللي بدأ عند حضرتك، أسبوع شباب الجامعات اللي بدأ عند حضرتك في الجلالة النهاردة بحضور الدكتور أيمن عاشور. والله يا فندم احنا كان لينا الشرف، يعني دايما كان فخامة الرئيس بيقول انا هوري المصريين جامعة مش موجودة قبل كده. صحيح، الحمد لله انا افتخر ان جامعة الجلالة تكون هذه الجامعة، مش بس بالمباني بتاعتها والانفراستراكشر بتاعتها، ولكن بالطلبة بتوعها، بأساتذتها، بالاداريين بتوعها، بالبرامج بتاعتها، بكل الحاجة، بربط التعليم بفعلا ما يحتاجه سوق العمل. وكان في تكليف من معالي الوزير مع معهد اعداد القاده ان يكون في اسبوع لشباب الجامعات الاهليه والتكنولوجيه، لان احنا بنعد جيل جديد. جيل يبقى عارف الدوله بتاعته بتعمل له ايه، بتجهزه، يبقى عندنا قاده فعلا. والحمد لله قدرنا ان احنا نبتدي هذه الفعاليات. بتعدوا من حيث ايه يا دكتور محمد؟ هل بتعدوا علشان سوق العمل القادم هيبقى محتاج مهارات مختلفه؟ بتعدوا من ايه؟ بتعدوا من كل النواحي فن، يعني احنا في هذا الاسبوع بيبقى عندنا انشطه مختلفه، انشطه ثقافيه، انشطه رياضيه، انشطه فنيه، انشطه علميه، انشطه تكنولوجيه، بنختار الطالب المثالي، الطالبه المثاليه، بنعمل للولاد جولات كمان داخل جامعه الجلاله يشوفوا الدوله بتاعتهم ازاي بتبذل مجهود علشان توفر لهم حاجات كثيره جدا في المستقبل. كمان التعارف ما بين الولاد والتخصصات المختلفه ده كان شيء مهم جدا بالنسبه لنا. عندنا مختلف التخصصات موجودين من عده جامعات، فده كان حاجه مهمه جدا، الى جانب بقى التعارف كمان اللي ما بين الاساتذه اللي موجودين. فكل ده بيبني جيل مختلف وجيل فعلا قادر على قياده هذه الدوله في المستقبل ان شاء الله. دكتور محمد، كان عندك كم شاب النهارده من الجامعات؟ هل هم هيفضلوا موجودين؟ يعني كلمني عن النهارده كده. الحقيقه كانت جامعه الجلاله منوره بعدد كبير الحقيقه من المسؤولين وايضا من احنا الشباب. فعلا مبسوطين، يعني احنا فعلا مبسوطين، لان احنا النهارده كان مشرفنا. احنا مستضيفين اكثر من 500 طالب، الساده المشرفين والاساتذه بنوصل لاكثر من 600 واحد احنا مستضيفينهم لغايه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، وهيشرفنا معالي وزير الشباب والرياضه كمان. قاعدين عندكم كل الفتره دي؟ قاعدين كل الفتره دي واحنا مستضيفينهم يا فندم. مستضيفينهم ويعني عندك فندق بقى ولا؟ لا ده انا عندي الدور بتاعتي يعني كانها فندق 5 نجوم، يعني الحمد لله حاجه نفتخر بيها فعلا. وتجهيز الجامعه عظيم الحقيقه، عظيم، الحمد لله. شرف. اعتقد يعني كان لينا الشرف النهارده ان معالي الوزير عمل جوله تفقديه في عده كليات، زرنا كليه الطب، كليه الاسنان، الفنون، طبعا الهندسه والعماره، والحمد لله الولاد سيادة كانوا الوزير سياده الوزير يعني شاف كل هذه الانشطه عند حضرتك في الجامعه. طبعا. كمان كان مشرفنا ان احنا عملنا حفل افتتاح، وكان الكورال من جامعه حلوان كانوا مشرفينا النهارده. طبعا. وكان لينا برضو ان احنا وقعنا بروتوكول تعاون مع معهد اعداد القاده عشان نعمل فعاليات اكتر في جامعه الجلاله مع المعهد. فدي كلها بيبين ازاي الترابط ما بين جميع الجامعات، وكل ده هدفه حاجه واحده. احنا يبقى عندنا فعلا جيل قادر على التحديات القادمه، مجهزينه فعلا لكل المهارات اللي مطلوبه في سوق العمل. حيث من اهم الاهداف عندنا ان احنا نربط كل البرامج بتاعتنا بسوق العمل. صحيح. شيء مهم جدا ومش صحيح. مجرد كلام، لكن لازم يكون الطلبه مكتسبين هذه المهارات. علشان كده احنا يعني عملنا شراكات مع واحده من اكبر الجامعات على مستوى العالم. دي التوأمه يا دكتور محمد ولا الشراكه؟ لا دي شراكه كامله. شراكه تمام. مع جامعه اريزونا ستيت يونيفرستي احنا بندي الشهادات بتاعتهم، نفس الشهاده لو ولادنا سافروا
هياخدوها في جامعه الجلاله، ودي كانت حاجه مهمه جدا نفس بالنسبه الشهاده نفس الشهاده. وبالتالي هو لو عايز يسافر بالشهاده بتاعه حضرتك هيلاقي مجال عمل بره. هو حيك واخد شهادتي واخد شهاده جامعه ارسطو معاه، والاثنين زي بعض، والاثنين زي بعض، الشهاده دي معترف بيها هنا ومعترف بيها هنا. فاحنا ولادنا بنقول لهم احنا وفرنا لكم هذا التعليم، احنا ابتدينا بخمس برامج. ايوه السنه دي هيبقى عندنا 13 برنامج في الشهادات المشتركه ما بين جامعه الجلاله وجامعه اريزونا، عندنا 15 استاذ من جامعه هيروشيما بيدرسوا معانا، وانا بكلم حضرتك دلوقتي عندي ولادنا من كليه من بروجرام العماره في انجلترا هندسة. في برنامج تبادل مع جامعه برمنغهام في انجلترا. الدرجات الدوليه مهمه جدا، لما ما وقفناش عند كده بس، لكن كمان عاملين شراكات مع الصناعه، الهيئه العربيه للتصنيع، وعده يعني نفتخر طبعا في مجال الهندسه، في مجال الهندسه والكمبيوتر ساينس ومجال البيزنس، الى جانب طبعا مع عده جامعات مصريه، لان ده حاجه مهمه جدا التكامل طبعا ما بين الجامعات المصريه والبروجكتس كمان اللي داخله. احنا الحمد لله في جامعه الجلاله عاملين اكثر من 7 بروجكتس في اقل من سنتين، وعندنا 20 بروجكت تانيين متقدمين. اساتذتنا ناشرين اكثر من 400 بحث في اقل من سنتين، 70% من هذه الابحاث بالشراكات مع دول على مستوى العالم كله. فده يبين ازاي ان فعلا في جامعه عالميه بقت موجوده على الارض. ده مهم، لانه الحقيقه دكتور محمد الشناوي، جامعه الجلاله من الجامعات الاهليه اللي وضعت نفسها على خريطه الجامعات المهمه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق. اشكرك دكتور محمد الشناوي.